مرحبا بكم أصدقائي في شرح جديد. في هذا الشرح سوف أشرح لكم كيفية تركيب الجاك في كيبل الدش. أول شيء سوف نقوم به وهو تقطيع البلاستيك كما ترون. تقوم بسحب هذه الأسلاك هكذا، ثم تقوم بتطويرها هكذا كي يكون الجاك متمسكا جيدا بالكيبل. ثم نقوم بتقطيع هكذا فوق، دائما لا نقوم بتقطيع في الأسفل، نصعد قليل للفوق ثم نقوم بتقطيع هذا البلاستيك أيضا. نقوم بإدخال الجاك كما ترون، ثم من ثم يمكنك أيضا الضغط هنا هكذا، من ثم يمكنك وضع اللصق كما ترون. هذه هي النتيجة النهائية. أتمنى أن يعجبكم الشرح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دمتم في أمان الله.